هل ظلم يا آسر ان هو ما خدش افضل لاعب في الدوري؟ كل الصحف، يعني انا عايز اقول لحضرتك، كل الصحف عملت حاجه بسيطه جدا، انها حطت ارقام محمد صلاح بعدد المشاركات بالاهداف اللي سجلها بصناعه الاهداف، وحطيتها في مقارنه مع كيفن دي بروين، وحطت بعدها ولكن اليكم لاعب العام في البريمير ليج وهو كيفن دي بروين، وسابوا الموضوع مفتوح لتفاعل الناس وردود الافعال. بالتالي بعتقد انها يعني المعلنين او كده حبوا انه بعد فوز محمد صلاح بجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي اللي اديتها له النقاد والصحفيين البريطانيين، انه يكون في توازن شويه، بما انه كانوا في احساس ان مانشستر سيتي الاقرب لللقب، فيبقى حد من الفريق البطل اللي اخذ جائزه. طب انا بس لازم اعلق هنا على صورة ماجي زوجة محمد صلاح واسرته، هو في الاحتفال كالعادة اسرته نزلت الملعب، ماجي ومكة وكيان الصغنونة، وانا معجبة جدا بام مكة، معجبة جدا بماجي. ماجي تطورت بشكل كبير، ماجي سيدة جميلة قدرت انها تتواءم مع المجتمع، قدرت انها تغير شكلها، يمكن كانت يعني ازيد في الوزن شوية لما في صورها الأولى، لكن نبص على صور، يا ريت معانا صور يعني تاخدها من يعني كلها. ماجي لابسة حلو، ماجي بقت رشيقة، بقت فعلا في تغيير كبير في شكل مرات محمد صلاح، وده توائما مع المكان، توائما مع الجو اللي موجود. فتعليقك ايه يا ياسر؟ الحقيقه ده مش مندهش من حاجه زي كده يا استاذه لميس، الحقيقه هي حاجه، هي زوجه تشرف للاعب مشرفنا كلنا، وافتكر انه في احد زي ما حضرتك ذكرت يعني التحول ده، في احد الجوائز اللي محمد صلاح اصر ان هي تستلمها بدلا منه، كانت خير سفير، وكان هي فعلا بريزنتبل جدا وحاجه يعني مقدمه نفسها بشكل يشرف، واستلمت الجائزه بالنيابه عنه في لفته جميله تعودنا عليها من محمد صلاح، واخرها طبعا احساسه بزميله في المنتخب ومنتخب ولاعب النادي الاهلي السابق مؤمن زكريا، واللقطه اللي عملها في محمد صلاح معروف بلفتاته الانسانيه الطيبه. ماجي طبعا المنظور يعني النهارده منظر الملعب كله يا استاذه لميس هي البرواز في الشكل، يعني نزول مكه وكيان وزوجته ماجي، حقيقه الرباعي ده عيله محمد صلاح، مش شخص محمد صلاح، ساهموا في ان الحكايه طبعا. دي تكمل ونبقى عندنا اسطوره زي محمد صلاح.